النهارده هو عيد ميلاد واحده من اكبر واهم مطربات العالم العربي اللي هي طبعا فيروز اللي تمت 81 سنه ولسه نجوميتها عماله بتكبر بالرغم من بعدها عن الاضواء وعن الاصدارات الجديده من فتره طويله جدا. لكن بالرغم من هالشيء جيل كبير بيستمتع بصوتها في اغانيها القديمه وتكريمها في لبنان بدا من اول الشهر اللي سمي باسمها تقديرا لفنها ومكانتها الكبيره. واكيد ما بنقدر نحصر كل تاريخها بدقائق قليله ولكن فينا نحكي عن اناقتها وستايلها المميز في الازياء. البساطة والأناقة هي اللي بتميز ستايل فيروز بكل مسيرتها، فأزيائها اليومية ما كان فيها أي مبالغة، ولكن بحفلاتها كانت بتحرص أنها تطل بفساتين مميزة، ومن الواضح أنها بتفضل الأكمام الطويلة والألوان الفرحة، وأبرزها الأبيض اللي اخترته أكثر من مرة. والملفت انه الجاونز دائما فيهم سيكونسز وخرز، واذا دققنا بالستايل بنلاقيه قريب جدا من القفطان. فيروز خلال مسيرتها اختارت ازياء من اهم المصممين اللبنانيين والفرنسيين، ولكن بالسنوات الاخيره فضلت تصاميم الي صعب. الهير ستايل بسيط كمان وفيروز ما غيرت كثير فيه، الا انه بدايتها نوعت فيه بين الكاري والطويل احيانا، لكن التسريحه كانت دائما ناتشرال ومعظم الاوقات كان مفروض، ولهالسبب كانت دائما بتحب تزينه باكسس سيريز، وهالشي كانت ما بتستغني عنه إن كان الهيد سكارف الباندانا أو غيرهم، وهالشي اعتمدته بحفلاتها كمان، فشفنا الهير أكسسوريز بأكثر من ستايل وكمان التاج. أما الميك اب فكان خفيف مع التركيز على الآيلاينر. طبعا احتفالات كتيرة اتحضرت عشان اليوم ده، واهمها في بعلبك اللي هترجع 60 سنة لورا لما وقفت فيروز لأول مرة على مدرجاتها، وبكرة التفاصيل كلها طبعا هتبقى معنا. والنجوم ما نسيوا ايضا يعيدوا فيروز بهاليوم بهاشتاج فيروز، والابرز كان من قلبي سلام لفيروز.